عليك ابراهيم التوقيت الرسمي انت هذيك الا دقيقه نهايه الوقت القانوني في ملعب جميل دقيقه اللعب متوقف من السيد الاخر بعد حساب الحكم المساعد الاول مروان سعد للتسلل على فريق الترجي التونسي بعده هو انطلاقه الاحتجاج المتواصل الى حدود اللحظه في انتظار عوده اللعب لاستكمال ما تبقى من تحقيق الشوط الاول لنتيجه فيه ما زال في التعادل بين الترجي التونسي والنادي الاستقصائي سيف النزاع في ملعب على كل انتظروا